أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأعزاء. حديثنا اليوم عن لعبة تعتمد على الذكاء والفطنة والعمل الجماعي، اتخذت لها حضوراً بارزاً في الأوساط الحضرمية، لا سيما عند كبار السن، إذ هي متنفسهم وساحة تنافسهم في الساحات العامة وقرب المقاهي الشعبية. لا يشعرون بسرعة مرور الوقت من فرط انسجامهم معها، بل إن أصواتهم تجلب الجمهور للتجمع حولهم ليقوموا بتشجيع الشخصين الأكثر تميزاً. حكايتنا لهذا اليوم هي حكاية حضرمية جديدة نسلط الضوء فيها على لعبة الضمنة وطقوسها عند كبار السن في حضرمو، فهيا بنا. تعد لعبة الضمنة من أكثر الألعاب حضوراً في الساحة الحضرمية، ولها شعبيتها الخاصة خاصة لدى كبار السن، فتراهم يتجهون يومياً إلى المقاهي الشعبية في وسط جو من الحماس والتشجيع، فترى المشجعين من حولهم لا يتغيبون يوماً عن اللعبة. وفي وسط هذه الأجواء الإيجابية تنسى تماماً بأن اللاعبين هم من كبار السن. تمثل لعبة الضمنة التي تعود أصولها إلى الحضارة البابلية القديمة متنفساً كبيراً للحضارم من مختلف مديريات المحافظة ومناطقها، وتجدها تختلف نوعاً ما في قوانينها من مكان إلى آخر، من حيث احتساب النقاط والفوز والخسارة، ومن حيث العقوبات المفروضة على مخالف القوانين فيها، فقوانينها تختلف من مدينة إلى أخرى في وادي حضرموت. فمثلاً تختلف ما بين فئتي الشباب وكبار السن في طريقة احتساب النقاط، فعند الشباب يتم احتساب النقاط عن طريق البنط الواحد، إذ يعتبر الفريق فائزاً إذا تحصل على 71 بنطاً خلال اللعبة كاملة. أما عند كبار السن يختلف ذلك، فنجد احتساب النقاط عن طريق 10 بنط، إذ يعتبر الفريق فائزاً عند حصوله على 11 عدداً، والعدد الواحد 10 بناط، شريطة أن يحصل في أول مرة على عددين فأعلى، وهذا فقط في بعض المدن، فكيف عندما تقارنها بمدينة أخرى؟
وتعد مدن وادي حضرموت من أكثر المدن تعلقاً بلعبة الضمنة، إذ يجتمعون يومياً في وسط جو من الحماس، ويزيد الأمر تحدياً كون أن الفائز يحصل على مشروبات مجانية. ومن الطرائف العجيبة بأن الشخصين في الفريق الواحد يستخدمان لغة الشعر كطريقة خاصة للتواصل، فيكون هذا سبباً في فوزهما على الفريق الآخر. ومن الاختلافات أيضاً في قوانين اللعبة من مكان إلى آخر هي مسألة من يلعب بعد القفلة. ففي بعض المناطق الحضرمية يكون اللعب لمن يحمل ورقة الشيش، وهي أكبر ورقة في اللعبة كاملة، على اعتبار أنه الأحق باللعب، إذ كونه يفتح طريقاً جديداً بعد أن تم إغلاق الطريق السابق بالقفلة، فهو الأكبر والأحق. بينما هذا القانون لا يتم اعتباره في مناطق أخرى، إذ يكون اللعب عندهم من حق الشخص الذي كان لديه أقل عدد واحتسبت القفلة له، إذ يعتبرونه الفائز في هذه الجولة وهو الأحق من غيره باللعب وهو الأولى به. لدينا هنا أحد أشهر اللاعبين بمدينة شبام للعبة الضمنة. أهلا بك عم سبيت. يلا حياكم. كيف حالك؟ طيبين الحمد لله. طيب عم سبيت، عرفنا أنك ما شاء الله أفضل من يلعب الضمنة هنا. نعم. كلمنا عن لعبة الضمنة. هذه الضمنة يلعبونها أولا من 4 أشخاص، عرفتي، وهذا واللي صنعها برضو يغتلب أصلا، لأن فيها تحدي الضمنة، ويلعبونها من العصرية لا بالليل، يعني تستمر من فترة العصر من العصرية، وبعدين يروحون الصلاة والمغرب ما يلعبوها، وبعد العشاء يلعبوها، يعني يفصلون ما في يفصلون في وقت ما بعد وقت الصلاة توقف اللعبة على ما اللعبة لما يخر يوم صلاة العشاء يبدون بعدين باللعبة، يعيدون اللعبة ويكملون. واليوم الثاني تبدأ لعبة جديدة، نفس وكيف التحدي؟ التحدي هذا 4 أشخاص، بعضهم فنانين، يعني فن اللعبة، هي يعرف لي ورق مع صاحبه، إذا ما تعتمد على الحظ بس، يعني فيها ذكاء. أيوة فيها ذكاء، هي ورقة بعدين فيها ذكاء، يعني بعضهم اللي يلعبون يعني على الماشي هو كذا، يعني ما يقولون شيء من الفور، وبعضهم يتحملونهم من الفور، يعني لو في عطوك 2 تحنك، وبعضهم لا عادي، لكن ذا اللي نحن نقابله يعني نلعب نعرف الورقة بيد صاحبنا إيش. يعني الفريق يكون ثابت. أيوة. أنت تلعب مع واحد ثابت كل الأيام. أيوة. لا حتى واحد ثاني. بس يعني تكون أنت أعرف، يعني تعرف الورق اللي مع صاحبك بيضم من كيف. وكيف تعرفها؟ يعني من خلال اللعب. من خلال اللعب. من خلال اللعب. هل في مثلا تستخدمون لغة خاصة، شفرات ما بينكم وبين؟ لا هذا ما يصلح. هذا يعني يعتبر كشف. يعتبر غش. يعتبر غش. يعني كشف. لكن انت بذكائك، يعني ايش اللي معك يلي صاحبك من ايش تفهم انه يعني يلا من دو. فهي لعبة تحتاج يعني فطنة وتكون. أيوة. حاضر يعني. ايوه تكون حاضر، مركز على صاحبك اللي يقريها الورق. مركز هذا. طيب بالنسبة للتحديات مثلا، هل تكون مثلا تحدون انه يكون الفائز ياخذ شاهي مجانا او ايش؟ كلمني عن الشيء. كانوا هكذا يقولون، بعدين منعوا ناس على قال ما يصلح هذا، الا يقوم بس يقوم يقعد. تحدي يعني تحدي تقوم وتقعد مرتين، تقوم وتقعد وتخلي الخاسر هذا اللي يخسر. يخسر. طيب كلمني برضو عن، يعني هل يوميا انتم على هذا الروتين؟ يوميا. من متى؟ هذا الروتين من العصرية.
كم سنوات أقصد من زمان يعني؟ إلا سنوات وايدة يعني مرت. وكان تشوفون الآباء برضو نفس الشيء؟ أيوة، زي لعبة متوارثة هكذا. كانوا قدامنا هذا الآباء قدامنا يلعبونه كانوا. لا يستطيع المتحدث عن لعبة الضمنة إلا أن يذكر شبام، فهي مضرب مثل في محبة لعبة الضمنة. ومن أهم الأشياء التي تميزها كونها تتم في جو من الصخب والضحك والمزاح الذي يمكن أن ينتقل إلى مستوى آخر، مما يزيد الأمر تحدياً بأنك إذا أردت أن تلعب معهم أن تكون على مستوى عال من الفكاهة والتحدي في المزاح. ولعبة الضمنة من الألعاب التي لا تستطيع أن تلعبها بمفردك، فهي لعبة تنافسية جماعية، إذ يختار الشخص شريكه بعناية ممن يشعر فيه بالذكاء والفطنة حتى يزيد من احتمالية الفوز. وقد يمتنع عن اللعب في حال تغيب صديقه، ونرى القليل فقط ممن يجازف باللعب مع غير رفيقه. من القوانين أيضاً التي ترافق اللعبة في بعض مناطق حضرموت والمتعلقة بالفوز والخسارة، عندما يتقدم فريق بنقطتين أو أكثر فإنه لا يحق للفريق الآخر أن يفطر بنقاط أقل، وإلا تم اعتباره خاسراً ويقصى مباشرة من اللعبة. وهذا القانون ربما يعتبر مقتصراً على مناطق محدودة في المحافظة، أما أكثر المناطق فعندهم القانون المعتبر أن تحصل على أكبر النقاط خلال اللعبة كاملة، سواء حصلت عليها وأنت متقدم منذ البداية أو حصلت عليها بعد أن كنت متأخراً ثم قلبت النتيجة لصالحك. المهم أن تكون في نهاية اللعبة حاصلاً على نقاط الفوز. طيب عم سبير، اللعبة طيب فيها ناس مبتدئين وفي ناس محترفين، كيف يعني يكون اللعب؟ هل مثلا المحترفين مع بعض والمبتدئين مع بعض وكيف؟ لا يعني هم يختلطون، يعني إذا مع هذا يمشون فترة معينة ينوون، إذا يتقوى في لعبه
اذا كان تمهم ذول اللي هم خفاف يعني نقولهم احنا مبتدئين مع بعض بيتمون بيتمون حكي، لكن لما تغربل يعني ناس يعرفون يكتسبون الخبره من أيوة بعضهم البعض. ومع الايام هي تكتسب الأيام اصلا الخبره. أيوة. مع الايام يعني يعرفون. طيب كلمني اكثر عن اللعبه، كيف تكون، كيف تبدا؟ والله تبدا بالورقه اصلا، الورقه هي هنا عندك. يعني في تجي مثلا خمسه من باب، عرفت؟ طيب لما يطلع الشخص صاحبك انت تطلع واحد من الابواب انت في صاحبك ذاك، تمام، يركز عليه يرد لك الباب هذا اللي طلعته، تنيح يعني وتستمر اللعبه. تستمر اللعبه وخلاص ينتصرون هذول. يجلس كل لاعبين قبالة بعضهما أمام صندوق خشبي، وتبدأ اللعبة من الشخص الذي يملك قطعة الشيش، وله الحق في أن يضع هذه القطعة أو أي قطعة يريدها ما دام يملك هذه القطعة. تتكون لعبة الضمنة من 28 قطعة، أكبرها قطعة الشيش أو أبو الشيش، وعدد البناط فيها 12، وأصغرها البياضة أو أبو البياضة، ولا يوجد فيها أي بنط. وهناك أيضاً البيش وعدد بناطه 10، والجهار وعدد بناطه 8، والسليم وعدد بناطه 6، والدو وعدد بناطه 4، والأيك وله بنطان. ولهذه القطع الثمان طريقتان في التسمية، فمنهم من يسبقها بلفظة أبو، ومنهم من يجردها من هذه اللفظة كما فعلنا أولاً مع الشيش والبياضة. وأما بقية القطع فهي عبارة عن مزيج من هذه الثمان، فإذا وجدنا قطعة فيها خمسة بناط في جهة وبنطان في جهة أخرى سميناها بيش بالدو، وهكذا يكون الأمر مع باقي القطع. وتكون الأسبقية في النطق عند التسمية للقطعة صاحبة العدد الأكبر، وهذا هو الأصح، لكن لو جعلنا الأسبقية للقطع الأصغر فهو صحيح أيضاً. وتبدأ اللعبة بطريقتين، الأولى وهي الأكثر انتشاراً، ذلك بأن تبدأ من أحد أطراف المربع الأربعة وتستمر بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تنتهي جولات اللعبة. والطريقة الأخرى وهي الأكثر انتشاراً بين أوساط الشباب وتسمى بالطريقة الأمريكية،
وتبدأ بوضع قطعة في وسط الصندوق الخشبي، ومن ثم وضع القطع الأخرى بطريقة حرة حتى توضع قطعة الأب، فتتحرك اللعبة باتجاهها ويعكس اتجاه اللعبة. طيب عم سبيت، بالنسبة لطرق اللعب يعني هل في طرق مختلفة؟ في طرق مختلفة، يعني في بعض مناطق بالحساب لما يضمن واحد تطلع عندك كم ورقة يحسبونها بالنقاط، 1 2 3 4 5 6 عرفت؟ الناس 6 وظلك لهم 3، لما يطلعون ذولاك فوق 6 تسقط حقك. بس هذه الطريقة اللي موجودة في كل المناطق؟ لا، ذي في منطقة الأخلاف يعني لكن كل المناطق يلعبونها هذه اللعبة حقنا يعني. كما سووا نلعب حق تحدى يعني ما بين المنطقة والمنطقة يعني حساب يعني الباقي على الفن يعني أنتوا فنك. لا لكن لا يوجد اختلاف في طريقة اللعب ما بين منطقة شبام سيئون كريم؟ لا سيئون شبام لا، كله نفس الشيء. كله نفس الشيء. طيب عم سبيت، نلاحظ في اللعب أنه يكون صاخب ويكون قد يعني فيه مزاح وفيه تفاعل، كلمني عن الموضوع. هذا اللعب فيه تفاعل جدا، لأن احنا أول ما لعبنا احنا فيه ناس أحسن مننا. طيب. لعبنا معهم عرفت، يصيح فوقك يصيح فوقك ينفعل يخليك يعني تطلع بحسك، بعدين نحن قلدناهم نصيح فوق ذولا علمناهم يعني نفعل انفعالات بس ما حد يزعل. هل مثلا احيانا يزيد الموضوع ويخرج عن السيطره يصير؟ لا بعد في الضمن هذا لا لا، السب عيب ما حد يسب، لكن يصيح اخي هدا هدو هدي هار هدي مدريج، لكن السب ما هي. ففي مزاح وفي تعالي الاصوات لكن يبقى الاحترام موجود. ايوه تنتهي بعد ما يقومون تنتهي خلاص المسي، مجرد لعبه في النهايه مجرد يعني بس. مجرد لعبه بس. طيب عم سبيت، برضه عرفنا ان في دلالات لما توضع الورقه بطريقه معينه، كلمنا عن الموضوع. هذه الطريقه معينه لو طلع 5 من باب معي وانت يعني مقابلنا شخص عرفت يجيب الورقه بقوه ورشخبها يا اخي انتبه شوفها معي من ذا ايه يعني يبني عليه هو ذا يرد صاحبي زي شفره يعني ما بين طريقه وضع الورقه فبهذه الطريقه ينتصرون بعدين هو وهو اللي عنده 5 من باب يرشخ بقوه يعني في حد يحطها بشوي وحد حد بشويش هذا عادي عادي لكن اللي يرشخ بقوه في دلاله انه في حاجه يعني في حاجه ولا ابغى قفله ولا شيء يرشخ بقوه تقفل صاحبك. ففي رموز خاصة ما بينكم تكون تكتسب بالخبرة يعني مع ايوه بالخبرة يا. طب عم سبيت صراحة استمتعت جدا بالحوار معك، شكرا جزيلا لك. من القوانين التي ترتبط بهذه اللعبة ارتباطاً وثيقاً هي ما يحدث قبالة القفلة أو الضمنة، ففي بعض المناطق الحضرمية يحق للاعب سؤال الجميع عن عدد القطع المتبقية في أيديهم باستثناء زميله في الفريق، إذ لو سأله يعتبر مخالفاً، ويتم إنهاء تلك الجولة فوراً مع احتساب عددين عليهما كنوع من العقوبة. وفي مناطق أخرى يحق للاعب سؤال الجميع عن عدد القطع المتبقية حتى زميله في الفريق، وعندئذ لا يعتبر سؤاله له مخالفة تستحق فرض عقوبة على الفريق. وهذه القوانين لا تشكل أي مشكلة للاعبين إذا كانوا من بيئة واحدة واعتادوا عليها،
لكن المعضلة والطرافة تحصل عندما يأتي شخص من بيئة أخرى ليلعب في هذه البيئة التي تختلف قوانين اللعبة فيها عما اعتاد عليه، فيقع في الفخ غالباً ويكون مادة لتندر بعض الحاضرين. تعرفنا في هذه الحلقة على لعبة الضمنة والتي تعتبر تقريباً المتنفس الوحيد لكبار السن بوادي حضرموت، وتعتمد هذه اللعبة كثيراً على الذكاء والعمل الجماعي والصبر. هذه قد كانت حكايتنا لهذه الحلقة، نلقاكم في حكاية مقبلة وإلى الملتقى.